ده لذيذ. يا نهار اسود. احترم نفسك، الجماعه دي مراتي، وشك في الحيط انت وهو. اتفضلي يا حاجه. يا امير الحقني، يا امير الحقني، يا امير. وانا بستحمى دلوقتي طلعت لي حاجه كده من البانيو زي ما تقول راجل ولا ايه، لابس تيشيرت اصفر وعمال يقرب عليا قوي، اقول له لا بشوش عليا، ده انا واحده نيه. فقام بص لي كده، قلت له لا مش هينفع بقى، رحت واخداه ورميته في عين الحلواء وشديت عليه السيفون. رميتيه فين؟ في عين الحمام. لا انت ما قلتيش كده. لا قلت الحمام. لا والله ما قلت كده. متوتره يا امير. عين الحلوان، عين الحلوان، رميته في عين الحلوان. اصلا عين الحلوان دي؟ عين الحلوان، ما هي عين الحلوان دايما دي. ايه عين الكنيف يعني؟ اه. ها وشديت السيفون. يلا خلصنا منه، بس كنا نحاسبه الاول برضو يا اخي. يلا. يلا. ايه ده يا امير؟ رجاله؟ لا. يعني فيهم حد شبه رجاله. رجاله ماشي. اعرفكم دي جهاد. ايه؟ جهاد؟ جهاد؟ لا 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 لا، انه جهاد، انتوا فاكرين جهاد ايه؟ لا مش دي، دي جهاد المدام. طب نبص عليها بصه بس. والله انتوا يعني بصوا، انتوا تتحملوا نتيجه بصيتكم، انا هخليكم تتوبوا دلوقتي. بص لهم يا حاجه. ها؟ دي مش جهاد، دي عايزه اجتهاد. دي ارفع حاجه فيها صوتها. جرايه دي انت وهو، والله انا شايفها حلوه وكيوت. يا واد يا سمباتيك، يا محشي بالفريك. وانا بس واقف، وانا واقف قلبي. يا عم الارهابي، انت عبيط ولا ايه؟ خلاص يا امير، عرفنا بالرجاله. كل واحد عرف نفسه. يلا. ابو سمسم. ابو زعبل. ابو فتله. ابو العربي. ام المصريين. ها جاهزه انت دلوقتي يا حاجه؟ جبت كل حاجه. طب يلا بينا. يلا. يلا والكاميرا موجوده. دلوقتي قبل ما تفجروا نفسكم لازم نوصل رساله للعالم كله من خلال صور فوتوغرافية هتتصوروها دلوقتي من خلال خلفيه منظر، بحيث الناس ما يعرفوش انتوا بتتصوروا فين. الصوره دي هترعب العالم كله، تخلي العالم كله يخافوا مننا، يخافوا ان احنا نفجر فيهم زي ما انتوا هتفجروا نفسكم. هات لي المنظر ابو معروف. حاضر. خد معاك حد. حد يجي والنبي. ابو منظر. تعال معايا. طب بقول لك ايه يا امير لو سمحت؟ ايوه. والله كنا عايزين نفجر متحف الفن الحديث. متحف الفن الحديث؟ اه. ليه؟ رحت امبارح اتفرج على كام لوحه هناك، ببص على لوحه منهم اتسرعت، ايه المنظر القذر ده؟ فناديت على الواد من اللي واقفين، قلت له خد يا واد، هو ده الفن الحديث اللي بتقولوا عليه؟ قام بص لي كده قال لي يا حاجه دي مرايه. عشان تعرف انا مستحمل ايه، عشان تعرفي، عشان تعرفي ليه شايل كل المرايات هنا من الوقت. ماشي يا ابني. ماشي ماشي. ها فين يا ابن المنظر؟ اهو. مازنجر الارهاب، هو ده، هو ده. ارجع ورا خطوه. يلا يا جماعه كله قدام المنظر. يلا جهزوا الصوره يا حاجه. يا امير، يا امير. نعم. قبل الصوره ممكن يلبسوا الدقون عشان الصوره تطلع حلوه. يا سلام، خبره خبره. هات الدقون. فعلا فعلا شكل. او انت صح، انت صح. اتفضلوا البسوا الدقون. انا 43 البني دي. ايوه ده 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. رد يا جزمه. اتفضل يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني يعني ايه تشيز؟ قولوا جبنه. 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 يا سلام. انتوا طالعين رحله ولا ايه يا حاجة؟ جبنه ايه؟ انا عايز صوره فيها رعب، عايزكم ترعبوا الناس. يا امير، يا امير، صوره فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده؟ ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب. انا ال 45 السودا دي. ايوه 45 سودا. والله يا 45. والله ما افتح بوقي تاني. يلا 45 سودا. والله بجتهد. يعني قول 45 سودا. ايوه ماشي يا بنص. يلا يا حاجه. عايزه شر يا امير؟ شر، صوره فيها شر. يلا يا شباب. ها تماثيل اسكندريه، تماثيل استوديو مصر. تماثيل اسكندريه، تماثيل. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا حاجه. تعالى يا ابو معروف. خليك بس. اتفضلي يا حاجه قولي. يلا. تمام.
تماثيل اسكندريه تماثيل استاذ مصر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. تماثيل اسكندريه تماثيل من ها تاني؟ اه طب ما خلاص بقى كده انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى. عايزين صوره كمان. صوره ثانيه؟ يلا حلو قوي كده، كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجه؟ بكره ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكره ومعاك ثلاث صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكره وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني، بس هي مش عارفه تقول كويس، معلش. شوف عشان امير متجوز واحده مفخخه. اه والله. ها خلاص خدنا الصور، شيل الدهون، شيل الدهون، يلا جهزوا عشان في دلوقتي قناه هتيجي تصور معاكم. القناه اللي هتيجي تصور دي عايز كل واحد يقول هدفه ايه من التصوير، كل واحد يقول ايه الرساله اللي هيوصلها للعالم كله من اللي بيصدره للناس. قناه ايه دي يا امير؟ يا رب تكون قناه التت. انا عارف انك نفسك ترقص. لا مش هي التت، قناة هتصدر الإرهابيين، يبقى قناة الجزيرة. افتح افتح. مين؟ هو أنا الباب؟ افتح. مين اللي بيرزع على الباب كده؟ أكيد قناة الجزيرة. افتح. اه طيب. مين؟ افتح، احنا قناة الجزيرة. ايه ده؟ قناة الجزيرة. أنت متفاجئ على طول كده؟ ايوه ما احنا مستنيينهم. انتوا مستنيينهم؟ اه احنا كلنا وانت معانا. والله العظيم. وانت مش مستني؟ طيب ماشي. انت ايه؟ اعمل ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ مش حاجه بتعمل كده ابدا. لا ايه، افتح. افتح الباب؟ امال تفتح ايه؟ دلوقتي يعني؟ اروح؟ لا استنى استنى استنى. افتح افتح. طيب ماشي. خشوا. يلا يا مجدي، ما قدمناش اي وقت النهارده، يلا بسرعه. اهلا وسهلا حضرتك، انا الامير. لا هو مفيش انا ومفيش هم ومفيش احنا ومفيش وقت لاي حاجه خالص. سيبه تعال 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 بس كده، تعال كده وصلي على النبي، بس كده. سيبه خالص. يا حضرتك انا الامير. لا انا الامير حضرتك اللي انت ايه؟ انت ايه؟ بص انا دلوقتي بتكلم اهو، فانت المفروض ترد عليا. انت ايه؟ انت ايه؟ انت بني ادم ولا انت ايه؟ ولي اذا في حاجه غريبه دخلت ركنت هنا. قناه الجزيره وده المصور اللي هيصورنا. اه سيبه يقع لوحده، سيبه يقع لوحده. يلا يا مجدي. يلا حضرتك انا اللي. لا خلاص انا هبدا على طول. نحن الان سادتي تحت احد اهم كباري القاهره. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت حاجة؟ انت حاجة معروفة؟ ادرو يعني؟ ازاي ده؟ كنا هربان من محل لعب ولا ايه؟ قال لك ايه؟ ده مش عايز يرد عليا خالص. يمكن مش شايف. سيبه دلوقتي. يمكن. لف يا مجدي، لف يا بابا. انت يا ابن الصين هي اللي بعتك؟ انت صيني؟ انت ولا إيه؟ سيبه نصور بقى وخلاص. ده معناه جدع. ايه الجمله؟ ماما انت بني ادم على هو اللي صيني؟ انا شفت العجب الدنيا. معلش معلش ماشي. يلا هيصورنا دلوقتي. مجدي لف الكاميرا لو سمحت. لف الكاميرا يا مجدي. يمكن ما اسموش مجدي؟ لو سمحت لف الكاميرا لو سمحت.
ايوه الكاميرا مش وشك، لف الكاميرا، كاميرا كاميرا لو سمحت. ايوه يلا اتفضلي. انزلي انزلي. احنا كده بنصور سر الارض يا جدعان. النومة دي حلوة قوي. قوم يالا من هنا يالا. قوم يالا هتشبه الإرهابيين كلهم يالا. يا ابني ينفع اللي أنت عامله في الرجالة ده؟ تمن شباب ما قعدنا كده. ثمانية أنت عديتنا غلط تعالى. أنت مريض يا. بصي غصب عنه هنصور. يلا اتفضلي حضرتك، احنا فين؟ نحن الان ساديه تحت احد اهم كبار القاهره، حيث توجد مشكله كبيره الا وهي اطفال الشوارع. كيف لدوله عظيمه مثل مصر ان تترك هؤلاء الاطفال وتهتم بالمتشردين في الشوارع؟ ونحاول الان ان نجري حوارا مع احدهم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابو زعبل. ده اسمك؟ زعبله. اسمك ايه يا بابا؟ ابو سمسم. اسمك ايه يا امول؟ ابو فتله. وده اسم عين؟ مش طفل. الواد بقى لذيذ والله. هو في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط. طبعا في حاجه غلط، يعني حضرتك اطفال شوارع ايه داخله في وسط الوكر وتقولي لا خلاص انا عرفت احنا فين. نحن الان سادتي في المسرحه. هل جثث قتلت؟ مشرحة فعلا. والنبي يا عم المشرحة مش ناقصة قتلة. قوم يا عم، قوم يا عم صور انت يا عم اللي هناك. انت ايه؟ يمكن يفهمك كده. هتودينا فين تاني؟ هننزل تحت الارض عشان نفهم انت ايه؟ تعال ابو معروف، تعال يا ابني، تعال مالكش دعوه بيهم، هم فاهمين شغلهم، تعال. حاجه صعبه. معلش. ها اتفضلي. نحن الان سادتي في المسرحه، حيث توجد العديد من جثث القتلى التي قتلتها ايدي النظام البارد، ونحاول دلوقتي ان احنا نجري حوار مع احدهم. اسمك ايه لو سمحت؟ القتيل ابو سمسم. اسمك ايه لو سمحت؟ ايه ده؟ انت شايفاني؟ ني 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 جرأة. الإحساس نعمة يا ابني. إحساس نعمة. الله. ما هو فعلا عمره قد في الفرقة هنا. والله انا قتيل بس مش راضي اقول. قول لي النظام قتلك ازاي؟ لا مش هقول لك، مش عارف ليه مش حبك. في حاجه غلط برضه. في حاجه غلط، حضرتك داخله وكر ارهابيين هيفجروا نفسهم. شويه تقولي اطفال شوارع وشويه تقولي مقتولين في مشرحه. حضرتك كل ما بتختلقوا حواديت وحكايات الناس ما بتصدقكوش. احنا ارهابيين،
رايحين نفجر نفسنا في مصر كلها عشان الناس غصب عنهم يخافوا مننا فيحبونا، لو ما حبوناش هنقتلهم كلهم، نقتل 95 مليون عشان في النهايه نحكم نفسنا وبس. ودي كلها اهداف ساميه، وساميه عارفه وساكته، وانا عندي هدف نبيل، ونبيل اتقتل اول امبارح. عايز حاجه تاني؟ الحق يا امير. مجدي يبص لي في عيني. يا مجدي ما تبصليش في عيني، انا مش خايف منك، وانت انا عشان كده وانا كده هتت ايه 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 ده، وقلنا لا اتفضل. هو انت ازاي ما سجلتش معايا؟ ما انا من الصبح عمال اقول لك، عمال اقول لك ان انا الوحيد المسؤول عن الوكر ده كله، انا الوحيد اللي بدرب كل الارهابيين اللي مش بس في مصر، في كل حته في العالم العربي لغايه ما انفتته كله. عظيم جدا، انا لازم اسجل معاك دلوقتي. يلا اتفضلي. مجدي لو سمحت ممكن بس تهزه شويه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هزه شويه. هزه؟ اه. ان شاء الله بكره بعد الصلاه باذن الله. قالت لك ايه؟ بتقول لي هزه. هزه. ده انا لو شلت هبت في السقف هيفضل عامل ايه؟ طب زق يا ابني، اصحى يا ابني المدرسه، اصحى عشان المدرسه، انت عندك امتحانات والله، ده اللي عامل فيك كل ده، انت عارف؟ ربنا هيكرمك والله. انت ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت جيب لك عسيك؟ يمكن تطرح حاجة غريبة. سيب؟ عجيب مية وسيب. سيبه في طينة. نحن الآن سادتي مع أحد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهرة، نحب نتعرف باسم حضرتك؟ أنا أكيد مش هتقدر تقول اسمك، أنت في منتهى الذكاء عشان محدش يعرفك، ممكن أعرف أنت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبة لي طبعاً مفيش أي كلام ممكن يتقال على اللي أنت عايز تعمله، بس أنت عايز توصل لهم فكرة صح؟ بالظبط. واكيد الفكره دي وصلت لكل الناس، بس اهم سؤال دلوقتي، انتوا عددكم قد ايه؟ احنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه؟ الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه؟ كم انت عظيمه يا مصر، هو ده اللي مستنينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيره عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي. يلا يا مجدي. سيبلنا احنا مجدي بقى، سيبلنا احنا مجدي. تعالى. شفت وديت الواد بتاع، تعالى هنا. تعالى الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى بس، استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيره. يلا ايه ده؟ بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما استنى، ما روحتش جنينه الحيوانات قبل كده، ما اعرفش. لا لا، ما انت ياما هتشوف، ياما هتشوف طول ما انت معاه هتشوف. طيب ها خلاص يا رجاله جاهزين؟ عايزين بقى ننجز يا عم الامير، واتكلمنا في الاجر بتاع ام العمليه دي. بصوا يا جماعه، الاجر والثواب عند الله. لا معلش بقى، بحبح ايدك معانا باي حاجه، مش هينفع. مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع. ماشي يا جماعه، الفلوس موجوده، والراجل جايب الفلوس والشنطه دي مليانه فلوس. انت معاك قد ايه؟ معايا 2 مليون بلبل. ايه؟ قال حاجه فيها طائر. ايوه ايوه مش فاكر. 2 مليون بلبل؟ ايوه. دي عملة قطر البلبل؟ ايوه. ايه 2 مليون بلبل دي؟ 2 مليون دولار. طيب بص ابو معروف، ابو معروف احنا معانا مبلغ ضخم. ايوه تعالى، امال مين؟ روح قول لهم معانا مليون جنيه هتتوزع علينا كلنا. ها ماشي. يلا مليون جنيه، لان احنا اللي بنتعب، واحنا اللي بنشقى، واحنا اللي بنخطط، واحنا اللي بنرسم الخرايط. هم بيعملوا ايه؟ كل واحد يعلق الحزام الناسف، وبالكتير يدوس على الزرار ينفجر. قال يعني كده عمل حاجه يعني. عندك حق، عندك. يلا يلا ماشي. يلا بصوا يا رجاله. ايه ابو معروف؟ ايه تعال. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. انا متهيألي مليون كتير قوي عليهم، يعني هيعملوا ايه بالفلوس دي؟ صح. ها روح قول لهم نص مليون، واحنا المليون ونص، مش كده؟ ماشي. اه نوزعها علينا احنا، كل واحد 100,000 وانا الباقي يعني. يلا طيب اتكل على الله. بصوا يا رجاله، ايه احنا هنعمل دلوقتي؟ ابو معروف تعال 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 معلش. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. قول لهم 100,000 جنيه بس. طب ما نقول لهم 50,000. ما انا مش عايز اضغط عليهم يعني، اصل انا قلبي حنين يعني. خلاص يا امير عشان خاطر. يلا نقول لهم 10,000 جنيه. يلا طيب بصوا يا رجاله. ايه حاضر. ومعروف لا اما انا فهمت دماغك خلاص تمام. بصوا يا رجاله، على الطلاق ما باصص. بصوا انتوا، انا شعري قصف من كتر ما بقت لوح كده. بصوا يا رجاله، احنا هنعمل العمليه دي لوجه الله.
واحتمال نلم من بعضينا كمان. لا يا حبوب، الكلام ده في برنامج صبايا الخير مش معانا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يقلبوا عليك ولا ايه يا امير؟ يا جماعه يعني ما تقدروش تشيلوني؟ ده اول تعامل بينا وبين بعضينا يا جماعه. انتوا لو ربنا كرم وفجرتوا نفسكم وتفجيركم عجبني هعوضها لكم العمليات الجايه ان شاء الله. نشيلك فوق كتفنا والله يا امير، بس ما فيش حد بيفجر نفسه بلوش. يعني يرضيكوا ادفع من جيبي؟ معلش يا امير، بحبح ايدك باي قرشين للورثه واحنا بعد كده من ايدك ليه ليك دي. ماشي، عايزين كام؟ كرمش ايدك بس في 2000 جنيه كده لكل واحد، والمره الجايه يبقى لينا كلام. تادي نايت تتكلم عن نفسك. 2000 جنيه على الطلاب الثلاثه ما نفجر نفسنا اقل من 2500 جنيه. 2500 جنيه ماشي ماشي، هدفع من جيبي بقى غصب عني، هتنزل تحت على المخزن. ايوه 10000 جنيه تطلعهم لي على هنا. ها ماشي، يلا اتكل على الله. يلا انت اللي هتروح مش انا. انا مش فاهم والله، انا بس كنت قلقان عليكم. يعني انتوا هتاخدوا الفلوس هتعملوا بيها ايه يا جماعه؟ ممكن تشربوا مخدرات ولا تشربوا سجاير، وده غلط عشان صحتكم قبل ما تموتوا. يعني انا بصراحه نفسي في شقه، انا نفسي في عربيه، وانا نفسي في فيلا، وانا نفسي غم عليا. الواد ده لسه لذيذ. دي جمله عاديه. انت جايب ايه يا عم؟ بقول لك 10000 باكو لوحده، 10000 دول داريهم. ها طيب. ال 10000 كل واحد 2500 سوا رجاله، هتروحوا مع ابو معروف دلوقتي، هتنزلوا على المخزن، هيلبس كل واحد فيكم الحزام الناسف، وبعد ما تنسفوا نفسكم اديهم الفلوس. ها حاضر، يلا يلا يا اخوانا ورانا كده عشان نروح للمخزن. يلا يلا بينا. يلا يا رجاله. سلام يا امير، حصل لنا التفجير. طابور كله طابور. تعال 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 كده، ولا واحد فيهم هيطول مليم. وحتى ابو معروف ده لو جه مش هياخد. او جه ابو معروف طبعا، انا وانت وهو هنقسم الفلوس علينا. ها طبعا، الشنطه دي لو اتفتحت وانا مش هنا مش هعمل كوه، يعني هخرب الدنيا. انا فاهم انت هتعمل ايه. انت مش فاهم، انا فاهم انت هتعمل. بقول لكم ايه، الشنطه دي مش هتتفتح غير بكره الصبح. خلاص بكره الصبح الشنطه معايا، وروحوا انتوا بس اظهروا معاهم عشان ما يحسوش بحاجه. تمام يا امير. يلا اتكلوا على الله. يا 2 مليون دولار اخيرا، اكبر عمليه في حياتي. 2 مليون دولار بدل العمليات الصغيره، عمليه واحده كبيره اقضي بيها بقيه حياتي. يا حاجه. ايه يا امير؟ تعالي يا حاجه، تعالي تعالي، احنا بقينا مليونيرات. ايه بقينا مليونيرات؟ مليونيرات معانا فلوس كتير، معانا فلوس كتير. يا نهار اسود، انت مديت ايدك على الحرام. حرام مين؟ اقعد يا حاجه، هعمل لك مفاجاه جامده. بص الناحيه الثانيه اهو، بصي. ايه رايك بالمفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ ايه ده؟ حسيتي بحاجه؟ ما حسيتيش بحاجه. فلوس ايه دي؟ فلوس مين ولا ايه؟ فلوس هم اساسا كانوا مستنيين نقسمها، احنا مش هنقسمها، هاخدها انا وانتي وناخد الفلوس ونهج يا حاجه من هنا. نروح اي حته تاني غير الشقه دي. ايوه بالظبط، نروح اي حته في العالم. المهم انا عايزك ايه، تتفاجئي بالفلوس. بص الناحيه التانيه وهتيجي تبص تاني افرجك على الفلوس. ماشي. بص الناحيه التانيه. ها ها ها، ايه رايك؟ لا بص الناحيه التانيه. ها ها ها، شفتي ايه؟ ما شفتش حاجه. طب بص الناحيه التانيه. ها ها، ايه ده؟ يا نهار اسود، طب لا ده حجر، ده حجر هشمه من اللي هو بيبقى واجهات العمارات، ده المتر ب 200 جنيه. بالتركيب والمونه، ده بيترش بالميه، ده بيبقى زي الفل. ايه ده؟ الورقه دي كمان؟ ده جواب من ابو عيشه للامير، شكرا لحسن تعاملكم معنا. يعني ايه؟ يعني انا اتنصب عليا؟ يعني شاع عمري راح؟ شاع عمري راح؟ وفي حد ياخد شنطه من غير ما يفتحها يا امير؟ ما فتح الشنط ده كان مسؤوليه التفاس وابو دهشوم. شاع عمري راح؟ لا يا امير ما تقتلش نفسك. انت مش خاسه المسدس يا وليه؟ شاع عمري؟ لا يا امير ما تقتلش.